السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم على تعليق ماتش في على وزن 84 من الأردن. قدمنا بدلة الجوجيتسو حازم الكيالي من فريق فرازيم. الفريق ده بيشرف على تدريبه طبعا زي ما احنا شايفين كابتن فؤاد شيني من الأردن، حسن محمد حزام وزن 61. طبعا الفريق ده بيشارك لتاني مرة، شارك في اي اف سي 24 ودي مشاركته التانية على التوالي. طبعا حازم كان مستواه جيد جدا، أهله إن هو يخوض أول مباراة دي، تاني مباراة دي على الحزام الهواة. طبعا لعيبة من اللاعبين الجيدين جدا، مستواهم جيد. الأردن طبعا دايما بتبهرنا بمستوى جيد جدا، خصيصا في رياضة الـ MMA. هنا طبعا بنحط الفازلين على العضمات البارزة في الوجه عشان يبقى في ضربات قوية ما تفتحش الوش بشكل مباشر او في تورمات بشكل مختلف. معايا واحنا قاعدين بنعلق على المباراة دي كابتن طارق. ايه رأيك يا كابتن طارق في كابتن حازم وفريق عامة فريق الكيالي من الأردن ومشاركته الثانية؟ دلوقتي احنا بيخش معانا اللاعب حامد ثابت. انا اقول ان حازم كان ميزانه 84 كيلو شارب، وكان حامد ثابت وزن 82 كيلو 700. حامد ثابت طبعا من فريق كابتن الدوانسي، طبعا الدوانسي بطل معروف في MMA في مصر، وهو كان داخل معاهم كمان كابتن شادو فريق شادو تيم. طبعا مباراة قوية، كان بيستدعي الاثنين اللعيبه لنص الحلبه. دافع عن نفسك طول الوقت واسمع كلامي طول الوقت، دي اهم التعليمات الشهيره للحكم، انك انت لازم طول الوقت تدافع عن نفسك، لانك انت في حال انك انت لو ما دافعتش عن نفسك هيضطر الحكم يوقف النزال. قلت لعيب استعداد للمواجهة اهو السلام المعهود. حامد بيخش ثابت اهو شمال يمين اهو شمال قوي اهو
اوه حركه، حركات المصارعه جميله جدا. ها ما تلفش، ما بياخد الدراع بيسيطر على دراعه، بيلف نقي العكسيه حازم اهو، بيعدله عشان يقطع ظهره. غريبا تيك داون، انت هتوقعني هوقعك. حازم في واحد في الجارد يحاول يعدي على التريانجل، خليك معايا ثواني. هينفذ الدوران، بيحاول يخرج، بيلف الناحية العكسية عشان يبقى قادر يخرج جسمه، واللقمة ما بتبقاش مسيطرة بالناحية هنا، بيلف وبيخرج، بيرجعه تاني للسايد كنترول. ثابت بياخد، واخد دراع حازم عشان يعني يقدر، ايوه المفروض هنا يلف على الناحية العكسية مع الدراع. غلط هنا كده، هي بيعرض نفسه للباك ماونت. سيطرة من حازم على المباراة، ركبة على الجسم، ركبة ايه من العيار التقيل كده، تخليه يرجع يحط، تخلي ثابت يرجع يحط ظهره على الأرض. بقى الله حركة طبعا هنا، بيعمل دوران عشان ما يتاخدش باك ماونت كامل، بيرجع تاني على ظهره ثابت. والله ثابت بيتحرك كويس، ولكن حازم قادر يفرض سيطرته على المباراة. افرض سيطرتك يا حازم، افرض. طبعا لكمات على الجسم غير مؤثرة. كان لو كان عايز يروح برجله اليمين كده لبره شوية ويخش بجسمه. 10 ثواني على نهاية الجولة، 10 ثواني على نهاية الجولة. هنيمك هنيمك. زود انفعال المباراة. حازم لياقة بدنية طبعا يعني جيدة جدا. من الواضح ان في خطة، هو داخل عارف بيعمل ايه. لان ال 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 الكلام الحكم لما يبقى، المدرب لما يبقى قليل، يعرف ان الخطة ماشية بنجاح وخطوات ثابتة. طبعا احنا الجولة الاولى انتهت، نبتدي الجولة الثانية. باك فيست، عايز ياخد كلينش مع الركبة، ودنه مع الكوتش بتاعه حلوة قوي حازم. سوبر الله، كيك داون سريعة قوي مع بانش جامد، حركة ياخد على ياخد السلايد على طول عشان ما ياخدش في الباك ماونت، يطلع فول ماونت. ايه ده جميل قوي، الحركة السريعة من على الأرض بتشتت. هيطلع هنا جرانون باوند، بيلف ثابت. جرانون باوند كده من وضع البيك ماونت. وش ايدي لكمات يعني، الحكم هنا هيبتدي
ينهي النزال ياخد وضعية انهاء، لان ثابت مش قادر. اوه اوه خلاص خلاص. خلاص. يحصل على حزام AUFC في تاني راوند على طول رغم ما خدش وقت يعني. الحمد لله رب العالمين. طبعا my last title. Way, way, way more to come.